وإن كانت هذه القصيدة لهن طيبة، يعني هذه قصيدتي هذه قصيدة التعدد مما يحتسب النساء فيها الأجر في توزيعها. فاختار لكم بعض أبياتها، لن أراجعها مكتوبة، لكن بعض أبياتها في ذهني، يقول: أتاني بالنصائح بعض ناسي وقالوا أنت مقدام سياسي، أترضى أن تعيش وأنت شهم مع امرأة تقاسي ما تقاسي، إذا حاضت فأنت تحيض معها وإن نفست فأنت أخ النفاس، وتقضي الأربعين بشر حال كداب الرأس وهشمت بفاسي، تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باس. فقلت لهم: معاذ الله، إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي، لي امرأة فشاب الرأس منها، فكيف أزيد حظي بانتكاسي؟ وها أنا ذا بدأت تروق حالي ويورق عودها بعد اليباس، ولن أرضى بأنكاد وهم ومشغلة يكون بها انغماسي. فقالوا: سنة المختار تنسى وتمحى، أين أرباب الحماس؟ فقلت: أضعتم سننا عظاما وبعض الواجبات بالاحتراس، لماذا سنة التعداد كنتم لا تسعون في عزم وباسي؟ وشرع الله في قلبي وروحي، وسنة سيدي منها اقتباسي، إذا احتاج الفتى لزواج أخرى فذاك له بلا أدنى التباسي، ولكن الزواج له شروط وعدل الزوج مشروط أساسي، وإن معاشر النسوان بحر عظيم الموج ليس له مراسي، ويكفي ما حملت من المعاصي وآثام تنوء بها الرواسي. فقالوا: أنت خواف جبان، فشب النار في قلبي وراسي، فخضت غمار تجربة ضروس بها كان افتتاني وابتئاسي، رأيت عجائبا ورأيت أمرا غريبا في الوجود بلا قياس، وقلت: أظنني عاشرت جنا وأحسب أنني بين الأناس، لأتفه تافه وأقل أمر تبادر حربهن بالانبجاس، وإن عثر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماس، وكم كنت الضحية في مرار وأجزم بانعدامي وانطماسي، فإحداهن شدت شعر راسي وأخراهن تسحب من أساسي، كم من ليلة أمسي حزينا أنام على السطوح بلا لباس، وكنت أنام محترما عزيزا فصرت أنام ما بين البساسي، أرضع نامس الجيران دمي وأسقي كل برغوث بكاسي، ويوم أدعي أني مريض مصاب بالزكام وبالعطاس، فإن لم تنفع الأعذار شيئا لجأت إلى التثاؤب والنعاس، وإن لم أرضي إحداهن ليلا فيا ويلي ويا سود المآسي، يطير النوم من عيني وأصحو لقعقعة النوافذ والكراسي، يجيء الأكل لا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي، وإن غلط العيال تعيث حذفا بأحذية تمر بقرب راسي، وتصرخ: ما اشتريت لي احتياجي وذا الفستان ليس على مقاسي، ولو أني أبوح بربع حرف سأحذف بالقدور وبالتباسي، وإن أشري لإحداهن فجلا بكت هاتيك يا ظالم وقاسي، رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب وماسي، وأحلف صادقا فتقول أنتم رجال خادعون وشر ناسي، تقول تحبني وأرى الهدايا لغيري تشتريها والمكاسي، فصرت لحالة تدمي وتبكي قلوب المخلصين لما أقاسي، وحار الناس في أمري لأني إذا سألوا عن اسمي قلت ناسي، وضاع النحو والإعراب مني ولخبط الرباعي بالخماسي، أروح لأشتري كتبا فأنسى وأشري الزيت أو سلك النحاسي، أسير أدور من حي لحي كأني بعض أصحاب التكاسي، ولا أدري عن الأيام شيئا ولا كيف انتهى العام الدراسي، وما نفعت سياسة بوش يوما ولا ما كان من هيلاس إلاسي، فلما أن عجزت وضاق صدري وباءت أمنياتي بالإياسي، دعوت بعيشة العزاب أحلى من الأنكاد في ظل المآسي، فجاء الناصحون إلي أخرى وقالوا: نحن أرباب المراس، ولا تحزن ولا تبقى كئيبا، فقد جينا بحل دبلوماسي، تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باس، فصحت بهم لئن لم تتركوني لأنفلتن ضربا بالمداس.